البنات في سن المراهقه هتيجي تقولك في سن ما انا عاجبني فلان، هتعملي ايه؟ حاجه بقى مش على بالك، لا انا بنتي متربيه احسن تربيه، لا ما عندناش الكلام ده، لا خلص بقى الحاجات دي، خلصت خلصت بقى. عارفه خلصت من امتى؟ من ومامتي صغيره بتقولي كان بيحصل كده. ففكره الانكار اللي احنا عايشين فيها على طول، وعيب وحرام ولا وما يصحش وكده، قوي 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 مش هتقولك. دي اول حاجه. تاني حاجه هتعمل اللي هي عايزاه. وفكره انه لا ده انا مربيه، والرقابه والرقابه دي خلصت برضو من سنين، بما ان بقى في بتاع صغير كده لكل طفل وكل طفله بيتسلم اول ما بيبتدوا يتكلموا، فخلاص الموضوع خلص. طيب هنتعامل ازاي ونرد عليها ازاي ونحتوي الوضع ازاي وما نبعدهاش عننا بحيث نعرف نسرسبها وتعرف تيجي تحكي لنا، لان الموضوع طبعا في سن خطير جدا. وتحكي لباباها ولا ما تحكيش لباباها، وهو لازم يعرف حاجه كده ولا ما يعرفش، والردود تكون ازاي؟ نسال بقى مروه السعيد. ازيك يا مروه؟ ازاي كده عامله ايه؟ هو دي الحقيقه الموضوع ده بقى متكرر ومنتشر، هو موجود، مش هقول لك منتشر، هو موجود شئنا ام ابينا، وخصوصا في سن من 12 ل 18 واحيانا بنعدي لحد ال 20، ده سن المراهقه. والمراهقه جايه من اسمها مرهقه. مرهقه ليه؟ لان انا دلوقتي مرحله الطفوله خلصت عند 12 سنه، ابتدينا مرحله البلوغ لحد لما ندخل الجامعه 18 19، احيانا بتمتد ل 20. المرحله دي بالنسبه للي عايشها، بالنسبه للسن دي، هي مرحله اكون او لا اكون. انا خلاص ما بقتش طفله، انا بقيت كبير. نيجي بقى عند البنات والتغيرات الهرمونيه اللي بتحصل، واحساسي ان انا عايزه ابقى متشافه ومحبوبه والكلام ده كله. احنا ما نقدرش اطلاقا لا بتربيه ولا برقابه ولا بشد ولا بجذب ولا بمنع انك تقفلي او تحجري مشاعر. المشاعر ملهاش سويتش بنقفلها او نفتحها. احنا نفسنا ككبار، انت كأم، مش احيانا تيجي تقولي انا بحب فلانه دي او انا ما بحبش فلانه دي، هل تقدري تتحكمي في الشعور ده؟ ما بنقدرش نتحكم فيه. طيب بالنسبه للبنات المراهقه، لما تيجي تحكي لي ماما ده في فلان ولد مثلا معانا في النادي او بتاع قال انا معجب بيكي او انا بحبك او تعالي نتصاحب، اعمل ايه؟ في بنات هيبقى عندها الشجاعه انها تحكي لمامتها، في بنات مش هيبقى عندها الشجاعه. الفكره بقى ان الام هنا اول حاجه لازم تعملها انك ما تتخضيش، ما تبرقيش، ما تزعقيش. ليه؟ لان انت لو عملتي كده هي مش هتيجي تحكي لك على اي حاجه تاني. لانها هتحس انها لو حكيت لك هتتعرض للعقاب. اسمع منها كاني واحده صاحبتها. الام لازم تنزل بعقلها وبمشاعرها لحد السن ده. طيب انا اسمع منها عشان ايه؟ عشان تبقى تحت رقابتي انا، عشان كل حاجه هي بتعملها بتيجي تحكيها لي، فانا هنا هقدر اوجهها صح يا دعاء. طب لو انا عاقبتها وكشرت عن انيابي ومنعتها من النادي او منعتها من المدرسه وحبستها في الاوضه، هو حضرتك حتى لو حبستيها في ام هم دلوقتي عندهم القدره انهم يوصلوا للي هم عايزينه ويعملوا اللي هم عايزينه. زمان لما كنا بنسال اهالينا عن حاجه زمان قوي كانت تقول لك عيب، ما يصحش تكلميش في الكلام ده، ده كلام كبار. دلوقتي لو انا ما ردتش هي هتعرف توصل للاجابه بشكل او باخر، مش تبقى إجابة مني أنا، وممكن ما تكونش إجابة صح، ممكن ما تكونش إجابة تناسب تربيتنا أو تقاليدنا أو عاداتنا أو ديننا، لأنهم بقوا عايشين في عالم مفتوح. فالحل دلوقتي إن أنا أجاوب مهما كان السؤال صعب أو بخضوع أو يعني بيعمل خضة للأم أو في نظرك أنت عيب أو ما يصحش. لازم نبقى عارفين إن الفترة دي هي فترة تقلب المزاج الشديد وتقلب المشاعر، وابتدي بقى افهمها واحده واحده انه طبيعي جدا ان احنا نحس بالمشاعر دي، وطبيعي جدا انها تكون موجوده، لكن لازم تبقي متاكده انها مش دايما. يعني انت لما هتكبري شخصيتك هتتغير ونظرتك للامور هتتغير ومعارفك في الناس هتتغير، فطبيعي ان ده يا حبيبتي ما اسمهوش حب خالص ولا اسمه تعلق. هو ممكن يكون تعلق نتيجة لاحتياجي كأنثى في هذا السن إن أنا أحس إن أنا متشافة ومحبوبة ومرغوبة. حدة الموضوع ده بتقل عند مين يا دعاء؟ عند البنت
اللي الفاذر فيجر او مثال الاب عندها اللي هو اول حب في حياتها هو مشبعها من ده. ده انت زي القمر، ده انت شاطره قوي، انا بحبك قوي، انت صاحبي، عارفه الكلام الحلو. لو انا ما سمعتوش من ابويا كفايه او من اخويا الكبير في البيت كفايه او حتى من اخويا الصغير، ده احتياج طبيعي عند كل بني ادمين. يعني طبعا الاب والاخ والام والكلام ده دي قصه، وانه البنت يعني تختبر مشاعر اللي هي دي قصه تانية برضو. ما هي قصه تانيه، بس هنا ما انا بقول لك حده الموضوع بتقل ليه؟ لانه مش هيعرف يدخل لها من مدخل ايه انت حلوه قوي، انت زي القمر، هي حاسه ان هي عارفه، بس هتفضل مبسوطه ان في ولد او شاب قال لها الكلام ده. ايه اللي يخلي البنت تيجي تحكي لامها، وايه اللي يخليها ما تحكيلهاش اصلا وتخبي عنها؟ لو الام متعوده ان كل حاجه هي ديستراكتنج او حاده جدا، او ام عصبيه، او ام ما بتسمعش، او ام حاطه رولز ولازم تمشي عليها زي ما انا بقول، يبقى عمرها ما هتيجي وعمرها ما هتيجي تحكي لي. ليه؟ لان انا عارفه ان انا اي حاجه احكيها لماما هتعاقب عليها. في بنات يا دعاء من كتر ما هي بتخاف تغلط او يبقى شكلها وحش قدام اهلها، ممكن تفضل تتاسف طول اليوم على اي حاجه هي عملتها او ما عملتهاش.